يا صباح الورد والفل والياسمين، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جالكم فيديو جديد. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على حضره الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. شفت كتير على اليوتيوب يا جماعه الترند اللي طالع اللي هو بيقول لك المكسوفه والمكشوفه والكلام ده. فقلنا نعمل ايه؟ كنافه بالكريمه والمانجا واللي هي والفراوله ان شاء الله. عايزين نعملها بابسط الطرق، يعني مش عايزين تعقيد خالص، هنعملها زي ما احنا نعرف ماشي، عشان الكل يعملها يبقى مبسوط وياكلها بألف هنا وشفا يا رب. انا جايبه كيلو الكنافه ده اول امبارح، يعني هو اصلا ناشف معايا اهو، هقطع منه بقى حوالي نص كيلو وبعدين اوريها لكم. بصوا يا جماعه عايزين نقطعها صغيره خالص. بصوا يا حبايبي انا قطعتها قطع صغيره خالص، بس برضو انا عايزه فتفتها قوي فاعملها في الكبه بتاعت الايه الخلاط. بسم الله. خلاص يا جماعه عملتها بجد يا جماعه، الخلاط حكايه. عملت بالكبه، شايفين ما شاء الله ناعمه ازاي. خلاص هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنحطها في الفرن يا جماعه. جبت الزبده اهو، نقلبها فيها كويس خالص لحد ما يبقى كل الكنافه عندي تتغلب بالزبده. خلاص يلا بينا بقى نحطها في الفرن. شايفين يا جماعه خلاص بدات لونها يطلع اهي، انا كل شويه اخرجها من الفرن وارجع احطها تاني اقلبها عشان تبقى كلها لون واحد. خلاص يلا هنضرب الكريمه يا جماعه. بنوتي حبيبتي هتضربها. خلاص عملنا الكريمه يا جماعه، لازم تكون الكريمه متماسكه زي ما انتم شايفين كده. نحطها بقى في الثلاجه عامل خلاص الكنافه بتاعتنا الجميله. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الكنافه معانا اتحمصت بقت زي الفل. هنعمل لها ايه بقى؟ هنضيف لها شويه شربات حلوين كده من اللي عندي. بسم الله حوالي معلقتين اتنين كبار او تلات معالق. هنقلب بقى كويس الكنافه لما تتماسك ايه مع الشربات بتاعنا يا حبايبي. خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده الكنافه عملتها بالعسل اهي، هنشيلها بقى ونحطها في الاطباق بتاعتنا نشوف هنعمل ايه. معايا حوالي ربع كيلو فراوله مقطعاه ومقشراه كده، مقطعاه قطع كده نشاط، هضيف عليه معلقه من السكر بس وهسيبه يغلي معايا لحد ما اشوف هنعمل ايه، مش هضيف اي ميه خالص. هنضيف بقى نقطتين من الليمون بس يا جماعه. شايفين يا جماعه احنا عايزين الصوص ده، شايفين الصوص ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. هنسيبها بقى تغلي مع بعضها شويه كده وبعدين ندفعها. خلاص يا جماعه زي ما انتم شايفين كده صوص الايه الفراوله معانا خلاص استوى. انا مش عايزه افرمها خالص، لو انت عايزه تعمليها بالهاند بلندر مفيش مشكله، بس انا عايزه يبقى فيها حتت كده. جبت يا جماعه طبق زي ما انتم شايفينه كده بلاستيك ولفيته بسترنش بس على قد ما اقدر ان ما بقاش بقى معرجن مني. هنضيف بقى شويه كنافه من اللي احنا عاملينها بالشربات دي هنا كده فيها. هنضيف شويه فراوله يا جماعه كده في قاع الايه السلطانيه اللي احنا عملناها الجميله دي. هنضيف كمان هنا يا جماعه معلقتين في الاطباق اللي انا جايباها الغويطه دي وهنتك عليها نضغطها. هنضيف هنا بقى شويه كريمه. هنضيف بقى شويه فراوله هنا كده يا جماعه في قلب الكريمه الجميله دي. خلاص يا جماعه هنغلفها بايه بشويه كنافه تانيه. خلاص يا جماعة عملنا المكسوفة ولا المكشوفة من غير ما نترند من غير أي حاجة خالص ومش مكلفة كمان، مش هنخلي نفسنا في أي حاجة. هنحطها بقى في التلاجة وبعد شوية كده لما نشوفها هنعمل ايه. دي هنحشيها بقى طبقة مانجا يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. خلاص يا جماعة خلصنا، عملنا المكشوف أو المكسوفة اللي بيقولوا عليها ترند دي، وكمان عملت طبقة كنافة وطبقة كريمة وبنتي حطت فراولتين ليا، ودي طبقة كنافة وطبقة مانجا برضو وكريمة، وده صوص الفراولة اللي قلت لكم عليه ده اللي هنحطه ايه على المكشوفة او المكسوفة اللي احنا قلنا عليها. بسم الله ما شاء الله. يلا بينا بقى نديها تزويقة يا جماعة. ما شاء الله ما شاء الله. هنعمل ايه بقى يا جماعة؟ هننزل صوص الفراولة اللي احنا عملناه ده عليها كده
انا عملت يا جماعه قد ما عرفت. يلا بينا بقى نقطعها يا جماعه. ايه رايكم يا جماعه؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين الكريمه جوه عامله ازاي بالكنافه وصوص الكنافه؟ عملنا يا جماعه معاكم المكسوفه او المكشوفه اهي، يا رب تكون عجبتكم. اللي هي ترين وسهله جدا والله، اي حد ممكن يعملها. يا رب يكون عجبتكم، شوفوا الشكل تحفه. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون نال اعجابكم. لو في اي استفسارات ممكن تكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وإلى اللقاء، باي باي.